لما تسمع اسم برشلونة لازم تعرف انه بيجي بعديه كلمة الفوز بالألقاب وتحقيق البطولات وانه بينافس على كل مسابقة بيلعب فيها. لكن هكلمكم شوية كده عن بطولات الفريق الكتالوني في تاريخه كله. نادي برشلونة هو من أكبر الأندية في العالم وصاحب شعبية ضخمة جدا، اللي اتنشأ سنة 1899، ومن وقتها يا سيدي أصبح النادي رمز للثقافة الكتالونية، ويعتبر برشلونة من أغنى أندية كرة القدم من حيث الإيرادات اللي بلغ مجموعها الموسم 2014-2015، واللي كانوا في أسبانيا بيعتبروه أفضل مواسم برشلونة لأنه جمع في الموسم ده 560 مليون يورو. وبيمتلك برشلونة تاريخ كبير من الإنجازات والبطولات والألقاب اللي قدر يحققها على مر التاريخ على المستوى المحلي والقاري وكمان على المستوى العالمي. لكن ايه هي بقى الألقاب دي والبطولات دي وايه عددها؟ ده اللي هقول لكم عليه دلوقتي. بس ما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا لي لايك ومتابعة علشان يوصل لكم كل جديد. وتعالوا بقى عشان اقول لكم ايه هي الألقاب والبطولات دي. الفريق الكتالوني تاني اكبر الفرق الأسبانية اللي حققت لقب الدوري الأسباني برصيد 26 مرة، واللي كانت بدايتها 1928، لكن اخر لقب حققه في الدوري الأسباني كانت موسم 2018-2019. وبعد كده نيجي لبطولة كاس ملك أسبانيا. برشلونة هو اكتر الفرق اللي حققت لقب كاس ملك اسبانيا في التاريخ برصيد 31 مرة، وكان اخر لقب يحققه هو الموسم الحالي اللي فاز فيه في النهائي على اتلتيك بلباو. ونيجي بقى لعدد بطولات برشلونة في السوبر الاسباني، واللي بدأ فيه السوبر الاسباني بالمسمى الجديد بتاعه في موسم 1928، واللي حققت برشلونة فيه اول لقب ليها في تاني موسم على طول من بداية البطولة، وطول تاريخه قدر ينجح ويحقق اللقب 14 مرة في التاريخ، واخر مرة كانت سنة 2023 الموسم الحالي على حساب ريال مدريد. ونجري كده بقى على بطولة دوري ابطال اوروبا، البطولة اللي كل فرق العالم بتحلم بس ان هي تشارك فيها، مش كمان ان هي تحقق اللقب بتاعها. لكن لما نقول برشلونة يبقى لازم نتأكد اننا هنقول ان اكيد برشلونة بكل ارقامه والقابه دي اكيد حققها. ومش هقول لكم برشلونة حقق اللقب الاصعب والاهم ده في العالم مرة ولا اتنين ولا تلات مرات حتى، لا لا لا، ده الفريق الكتالوني حقق لقب دوري ابطال اوروبا 5 مرات، واللي كان اول لقب يحققه في دوري الابطال سنة 91، واخر لقب حققه سنة 2014-2015، واللي كانت تحت قيادة المدرب العالمي لويس إنريكي. اما بقى عن كاس الكؤوس الاوروبية، فيعتبر برشلونة اكتر الفرق اللي حصلت على اللقب ده برصيد 4 مرات. لكن السوبر الاوروبي فبيحقق برضه برشلونة بطولة السوبر الاوروبي 5 مرات، اولهم كان في موسم 92 واخرهم 2015-2016، واخيرا بطولة كاس العالم للاندية، واللي برضه برشلونة بيحط بصمته فيها وبيحقق اللقب بتاعها علشان يكون مشارك في كل البطولات ومحقق انجازاته في اي بطولة لعب فيها. وحقق برشلونة بطولة كاس العالم للأندية 3 مرات، موسم 2009 و2011 و2015، ده طبعا بالإضافة لبطولات تانية كتير حققها الفريق الكتالوني بس أنا ما اتكلمتش عنها، زي الدوري الأوروبي وكاس لاتين وبطولات كتيرة تانية كمان. واللي بيكون مجموع بطولات برشلونة في جميع المسابقات وجميع البطولات 97 لقب يا سيدي. والفريق الكتالوني بجد مش فريق صغير، ده فريق ضخم وفريق ارقامه كبيره ومن اهم الفرق اللي بتحصد البطولات وبترخم على اي فريق ممكن يقف قصادها. والاهم من ده كله يا سيدي، انا محمد اشرف.